يقال إن العصر الإسلامي المبكر لم يكن عصراً ثرياً بالكتابات الصخرية المتقنة، لكن الحقيقة خلاف ذلك. جبال ووديان المدينة المنورة شاهدة على ضعف هذا القول، فالنقوش التي تعود إلى عهد الخلفاء الراشدين فيها لا تحصى. أما سبب غيابها عن أضواء التاريخ فهو في جعبة الباحث محمد المغذوي. هناك تساؤل ولو كان ضعيفا يقول: لماذا في العصر المبكر، العصر الإسلامي المبكر، عهد الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين، لا نرى نقوشا كثيرة في تلك الفترة، وأن النقوش المدنية، الخط المدني، لم تتطور وتكثر إلا بعد توسع الحضارة العربية إلى المشرق والمغرب؟ وطبعاً هذا الكلام ضعيف وغير صحيح، لأنه القلم هذا موجود قبل الإسلام. لكن السؤال اللي نريد نسأل فيه المتخصص محمد: هل يوجد نقوش مبكرة من عهد الخلفاء الراشدين؟ طبعاً وجدنا نص سنة أمر عثمان رضي الله عنه وكذا نقوش أخرى، لكن هل يوجد نقوش كثيرة تتعلق بالصحابة الخلفاء الراشدين بالذات؟ أي نعم، موجود نقوش للصحابة رضوان الله عليهم في بادية المدينة المنورة، ولكن تختلف أنها غير مؤرخة. نعم، ولكنها لأعلام من الصحابة رضي الله عنهم، مثل أبو معمر خزيمة بن معمر الأنصاري رضي الله عنه، له 7 نقوش، مثل سليمان بن أزهر رضي الله عنه من صغار الصحابة، أخو رملة الصغرى بنت أبي سفيان رضي الله عنها، عبد الله بن أزهر أخو له، أيضا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه له، زيد بن ثابت كاتب الوحي له رضي الله عنه. الأمثلة كثيرة للصحابة، أعلام للصحابة في بادية المدينة نقشوا على الصخر بأيديهم كتب، ولأنها أسماء أعلام مشهورين لم يقولوا سنة كذا وسنة كذا. أي نعم، ما ذكروا غير مؤرخة، ولكن من سمات خطها فهي قديمة. أيضا معاوية بن أبي سفيان له رسالة طويلة نعم في بادية المدينة، وهذا الآن في منازل آل كعب بن زهير رضي الله عنه. ما هذا النقش الجميل الرائع؟ هذا كتب على صخرة مشرفة على منازل كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه، وهذا عبد الرحمن بن الخطاب ابن نعمان ابن عبد الله ابن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه. أي نعم، هو من أجمل الخطوط التي خطت هنا هذا الخط، يقول فيه: أنا عبد الرحمن ابن خطاب، آمنت بالله وكفرت بالطاغوت. هذه هي عقائدهم في القرون الأولى. إذن اقتبس: فمن يؤمن بالله ويكفر بالطاغوت فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. عندي تساؤل: لماذا نجد الأدعية في عموم أودية المدينة المنورة في القرن الأول والثاني نجدها مقتبسة من القرآن؟ نعم، هي ترتكز الأدعية في مضامينها على القرآن الكريم
وعلى السنة النبوية. وفي العصور المتأخرة ولكن هناك إبداع من قبل الناقش، فهو ينقش ثمرة ما يتمنى، ثمرة ما يتمنى، فيكون هناك إبداع في مناجاة الله سبحانه وتعالى في الدعاء على الصخر. لذلك تجدها تختلف عن أدعية اليوم. أدعية اليوم يعني أدعية اليوم أغلبها منقولة، ما فيها إبداع، ما فيها إنشاء وإبداع، ويعني مناجاة ينشئها الشخص بينه وبين الله سبحانه وتعالى، ويجعل القرآن الكريم والسنة النبوية ركيزة في دعائه. هذا ما كانوا يفعلونه رضي الله عنهم. أبو بكر هذا هم أبناء عمومة، الاثنين هؤلاء أبناء عمومة، أبو بكر ابن نعمان ابن عبد، أبو بكر ابن نعمان ابن عبد الله ابن كعب ابن مالك رضي الله تعالى عنه، يقول في نقشه: أنا سليمان ابن أبي بكر آمنت بالله وكفرت بما سواه. ابن عمه قال: آمنت بالله وكفرت بالطاغوت. وسليمان ابن أبي بكر قال: آمنت بالله وكفرت بما سواه. هذه هي عقائدهم رحمه الله وغفر لهم. اللافت أن بعض الخطاطين يتفننون بخط حروف معينة أكثر من غيرها، منهم من يفضل العين أو الهاء، ومنهم من يجد في دوائر وانحناءات حرف الواو موسيقى يعزفها. هنا نقش تكرر فيه حرف الواو بخط أبدع في نقشه صاحبه، فتفرد بأسلوب لم يكن مألوفاً. هذا نقش يا شيخ محمد في آخر حرف الواو مكررة 3 مرات، وعن وبدايته لفظ الجلالة الله 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 وكررت. ما هذا الفن؟ نعم، هذا خط عبد الرحمن ابن خطاب ابن نعمان ابن عبد الله ابن كعب ابن مالك الأنصاري الخزرجي رضي الله تعالى عنه، يقول فيه: وهو نقش في الثناء على الله سبحانه وتعالى، وفي الثقة بالله جل جلاله، وفي حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. هذه كانت عقيدته. يقول رحمه الله: الله ربي، والله حسبي، والله ثقتي. وكتب عبد الرحمن بن الخطاب، لم يذكر في نقشه هذا حاجة له، فقط ثناء وحسن ظن وثقة بالله سبحانه وتعالى. الله ربي، والله حسبي، والله ثقتي، وكتب عبد الرحمن بن الخطاب. ولكن في هذا النقش له حاجة يسألها الله سبحانه وتعالى. يقول رحمه الله: اللهم اغفر لعبدك عبد الرحمن ابن خطاب ذنبه. ثم ختم بالتوحيد: لا إله إلا الله سبحانه وتعالى. رحم الله عبد الرحمن ابن خطاب. الكاتب أو الخطاط هو من أحفاد كعب بن مالك أحد شعراء الرسول. على الرغم من أن خطه يعد من الخطوط الجميلة، إلا أنه سعى ليزيد كلماته جمالاً يليق بلفظ الجلالة. لماذا وضع في نهاية كل سطر من هذا النقش حرف الواو وبدأ؟ هل هذا صدفة ولا هو قصد ذلك؟ طبعاً هو قصد ذلك، وهذا من إبداعه وحسن تنسيقه لخطه على الصخر، فكيف به في خطه على الرق. وهذا الأسلوب لم أراه أنا حقيقة متبع في عصرنا هذا. أن تنهي كتابك حتى الإطالة بالحروف
في عصرنا هذا لم أشاهدها، لكن على النقوش تجدهم يطيلون في الحروف مثل الباء في الخطاب، مثل حرف الحاء، مثل عبدك، لأنه يرجو المغفرة من الله، فأطال عبدك، كأنه سبحان الله يتكلم مع الله سبحانه وتعالى ويرجوه بهذا الدعاء، ومن ينظر إلى خطه كأنه يسمع صوته عندما يستشعر هذا المد في خطه رحمه الله فغفر له. نعم، إذن هم يضعون التصور النفسي في خطهم، في الخط المدني. يعني حقيقة أنا أرى تجسيد للمشاعر في خطوطهم، وهو من أجمل النقوش في منازل آل كعب. نعم، آل كعب ابن مالك من أجمل النقوش هذه، هذا النقش وهذا أيضا النقش.